سعيد من مصر معايا. استاذ سعيد اتفضل. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، ان شاء الله تكون بخير. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. الله يسلمك. بص يا استاذ احمد، اولا انا زملكاوي، يعني عشان يبقى انت هتفهم معنى كلامي. جماهير الزمالك خدت موقف يحترم وعملوه مصروب الدم، مش عايزين احنا مكملين في المقاطعه، مكملين. صحيح. جمهور الاهلي المحترم، انا ما بكلمش بقى كوره والعصبيه وحته ان لا، المبادئ اهم من الكوره. ايوه عشان ما تاخدش كلام يعني يبقى لا، يعني دم اخوك الفلسطيني اهم من اي كوره ومن اي دوري والكلام ده كله. الله يكرمك يا استاذ احمد. الاستاذ حسين لبيب فعلا عمل موقف محترم، على الاقل ان هو سمع صوت الجماهير وراح جاي، كانوا عاملين رعاية، خلاص رفض لأنه امتثل لرأي جماهيره. إنما الأخ عادل قيعي اللي يطلع يقول انتوا عايزين تساعدوا الأهلي، اشتروا الحاجات بتاعة الرعاة، يا راجل عيب اختفي، يا راجل عيب اختفي. والعيب مش من عادل قيعي، أنا يعني حزين على موقف الكابتن الخطيب. إيه يا عم بيبو، يا عم بيبو، يعني أنت بتعمل زي تركي الشيخ ولا انت بتاخد اوامر من تركي الشيخ؟ تركي الشيخ لما خلاص، تركي الشيخ ده احنا فقدنا الامل في السعوديه وفي مسؤوليها كلهم، من بدايه الملك لحد اخر واحد فيهم تركي الشيخ، اللي اصبح يعني ايه لعبه في ايدين النظام عندهم. وبيفسد كل يعني انا هقول ايه، بيفسد كل مكان بيخصه تركي الشيخ. عادل القيعي بيقلد تركي الشيخ، بتقلده على ايه؟ قلده في حاجه عدله يا عم، مع ان هم ما بيعملوش حاجه عدله يا عم. يا راجل عيب عليك. وانا بطالب جماهير الاهلي في الماتش اللي جاي دوت يقفوا موقف جماهير الزمالك ويطالبوهم بالمقاطعه. مش هقول لهم قطعوا فريقكم، مش هينفع اقول لهم الكلام ده، لكن على الاقل يقفوا موقف محترم، يدوا ظهرهم للملعب لمده دقيقتين، يعرفوهم ان احنا معترضين على تصرفاتكم. ويا عم خطيب عيب عليك، انت بتقول انا راجل وطني وراجل محترم، كمل احترامك في الحاجة اللي هي تخص أهلنا في فلسطين. احنا مش عارفين نعمل حاجة. شكرا سعيد، بشكرك جدا.